السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير جميعا. اليوم حبيت أشارككم طريقة إعداد الأكل في المحطة بشكل عام. عندي اليوم وجبة الفطور، اخترت بعض الأصناف. هذه ميبل موفن توب أو كيكة، وهي عادة ما تكون جاهزة للأكل، ولكن نحطها في الفرن عشان تسخن إذا بغينا. الصنف الثاني اخترت بيض مخفوق، والبيض يجينا بالطريقة هذه، هو مطبوخ وجاهز، ولكن محتاج أن نضيف له الماء ونحطه في الفرن على أساس يدفى. وكذلك عصير برتقال نفس الشيء، نضيف له ماء ونحطه في المرة هاي في الثلاجة على أساس يكون بارد وجاهز للاستخدام. خلونا نشوف البيض مخفوق. طبعا كل وجبة أو كل أكل محتاج لي كمية معينة من الماء. في الحالة هذه عندنا 75 ملز، وعندنا الووتر ديسبنسر هنا أو المكان اللي يستخرج من الماء أساس نضيفه للأكل. البيض مثل ما تشوفون الطريقة هذه، ولكن محتاج أن نسوي له مساج سريع أساس يطلع السكرامبل إيجز بالطريقة اللي نعرفها مثل ما تشوفون. محتاجين نخليه من 5 إلى 10 دقائق في الفرن أساس يدفع. العصير نفس الطريقة، عندنا 250 ملز. أما المافن توب مش محتاجين نسخنه، ولكن عندنا إمكانية التسخين لأنه جاهز للأكل وعبارة عن كيكة عادية يعني. في حالة العصير ممكن أن نخلط المزيج داخل ونحطه في الثلاجة. ونخلي تقريبا فترة عشان يبرد. أما المافن توب ممكن نستخدمه على طول مثل ما قلت. ولازم ننتبه من الفتات أساس ما يطير، عندنا مادة حافظة هني. هذا المافن توب مثل ما تشوفون. لذيذ. أما البيض ممكن أراكم كيف ناكله، أستخدم المقص. وكل كرو ممبر أو عضو في الفريق أو الطاقم عنده أدواته الخاصة للأكل باسمه. والأكل متعة في الفضاء. هذا سكرامبل إيجز، يعني في الأرض ممكن محتاج 4 أو 5 يدين، في الفضاء محتاج بس يد واحدة. وهذا الأكل في الفضاء.